أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدي نهاية الأسبوع، وفي هذه الفقرة بنستكمل حوارنا المجتمعي اللي كنا بدأناه يمكن من الأسبوع اللي قبل اللي فات زي ما قلت لكم، وبنتكلم فيه عن قوانين الأسرة. البعض طالب تعديلات على بعض القوانين الخاصة فيما يخص الرؤية والحضانة وغيرها، والبعض رافض هذه التعديلات وطالب تعديلات تانية أو رافض التعديلات فقط. هنتناقش ليه في تخوفات زي ما تكلمنا، يمكن أخذنا الأراء المتباينة الحلقة اللي فاتت الأسبوع اللي فات واللي قبله، سواء خاص بالأمهات أو خاص بالأباء. وطبعا يسعدني أني طبعا تتواصلوا معنا على صفحة على فيسبوك، نكتب نهاية الأسبوع بالعربي، وأكون سعيدة جدا أن احنا نسمع كل الآراء المختلفة. خلونا نعرف التفاصيل وإحنا وصلنا لإيه بالضبط الفترة اللي فاتت، ونرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الأستاذ علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. برحب أيضا بالسيد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقد. أهلا بك. أهلا بك سيد المشاهدين. طيب استاذ علي، خلينا نبتدي كده بحضرتك، وحضرتك شايف يعني ازاي التعديلات المطلوبه على قانون، او يعني خلينا نقول على قانون الاحوال الشخصيه او قانون الاسره، او التعديلات اللي طالبها بعض النواب وتحديدا النائب محمد فؤاد. تمام. بص حضرتك، مفيش شك ان القانون الحالي فعلا في حاجه الى تعديل وتغيير حتى يتلائم مع العصر اللي احنا عايشين فيه، لكن القانون المقدم من الاستاذ محمد فؤاد هو قانون مقدم يعني على مقاس الرجاله، ما فيهوش حاجة ضافت للست أو عدلت من حقوقها. ليه؟ أما نيجي نبص مثلا على مواد القانون، أول حاجة أضاف الاستضافة، تاني حاجة خد الولاية التعليمية من الحاضن أضافها للأب، تالت حاجة عايز يعمل استئناف في الخلع، رابع حاجة عايز ينزل سن الحضانة من 15 ل 7 و9. تمام. فما فيش حاجة اضافت للست، محلش مشاكل بتاعة الأمهات اللي بيعانوا منها في القانون الحالي. زي إيه مثلا؟ مشكلة مثلا النفقات، مشكلة أجر المسكن، مشكلة المنع من السفر، تنفيذ أحكام النفقة، التقاضي على فترات طويلة، المنع من السفر، كل دي حاجات كان محتاجة إن احنا نعدلها في القانون. السيدات طالبين التعديلات في كل النقاط. طبعا دي كل دي مشاكل بتقابلهم. مشكلة التمكين والتلاعب بالدخل، كل دي حاجات كانوا محتاجينها إن هي تتعدل في القانون. القانون المقدم ما فيهوش حاجة ما حلش مشكلة من الحاجات دي. تناول النفقات وغيرها بشكل تاني، لكن مش الشكل اللي يحل المشكلة. في نفس الوقت في مشكلة أكبر برضو من ده كله، تنفيذ النفقات في خارج مصر. عندنا مشكلة، ممكن الست تاخد دلوقتي حكم بالنفقة ده لو عرفت تثبت الدخل وهو خارج مصر ومعاه حبر على ورق. ليه؟ لأنه قاعد بره، مش قادرين اللي هم بيبقوا مسافرين بره مصر. بالظبط كده. فمش عارفين نطوله بره مصر، فبالتالي مضطرة تستنى لغاية أما هو ينزل، قعد سنة سنتين 10، كل ده قاعدة مستنية لغاية أما ينزل عشان تبدأ تاخد منه النفقة اللي هتصرف بيها على العيالة. طيب. مشكلة المصاريف الدراسية. مصاريف الدراسية لازم تدفعها كل سنة وترفع بيها قضية مستقلة، وعشان تحصلها بتعدي بثلاث مراحل. أول حاجة رفع الدعوة، طبعا بجانب إثبات الدخل والمشاكل اللي بتقابل الأمهات في إثبات الدخل. تاني حاجة مرحلة الاستئناف. تالت حاجة مرحلة دعوة الحبس اللي هو أو تنفيذ الحكم. أوكي. فبتكون دخلت في السنة اللي بعدها كمان. تمام. يعني هو طالب تعديلات والسيدات طالبين، أو خلينا نقول الرجال طالبين تعديلات والستات طالبين تعديلات تانية. طيب سيادة المستشار، التخوف الأساسي من التعديل غير اللي قاله الأستاذ علي، في تخوف من بعض السيدات، وعايز حضرتك برضو ترد على ده، أن يقول لك القانون ده أن هو ممكن ياخد الولاد وما يرجعهمش تاني، قانون الاصطحاب. هل ده يعني، وكان الرد الحقيقه من البعض انه يقول لك لا احنا ممكن يعني نعمل حكم خاص بده، فحضرتك شايف التعديل ازاي، سواء التعديل المطلوب من الرجال او التعديل المطلوب من الستات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايز اقول لما نيجي نتكلم، مفيش حد عايز اقول انه يشكك او يقول ان في مؤامره بتتم ضد رجال او سيدات. اي حد بيسمعنا المفروض ان هو بيقعد بينه وبين نفسه كده، اذا كان الضيف بيتكلم اي كلام بيقوله سواء لصالح الست او ضد الست، هو ملوش علاقه باللي هو بيقوله، هو يحكم عقله ويشوف الكلام ده منطقي ولا مش منطقي. السيدات بيقولوا انا لما بوصل للمحكمه ما بيبقاش في تحكيم عقل. لا انا ماليش دعوه بالمحكمه، انا بتكلم دلوقتي، انا بتكلم في التعديلات اللي احنا بنتكلم فيها بعيد عن المحكمه. لما اجي اقول لحضرتك في مشاهدين سامعيننا يقدروا يقولوا الراجل ده فعلا في نبره صوته هجوم او تصادمي مع الستات او مع الرجاله، يقدروا هم يحكموا عقلهم، ما لهمش دعوه باللي انا بقوله او الاستاذ علي بيقوله.
سيدات بيقولوا دلوقتي ان احنا ضد هذا القانون. انا هرد على الجزئيات اللي اتكلم فيها الاستاذ علي اللي هي الخاصه سن الحضانه اللي هم عايزين ينزلوه من 7 لـ 7 و9 تمام. الخلع اللي هو المشروع اللي مقدمه الدكتور محمد فؤاد انه عايز هيبقى خليه في استئناف تمام. الولايه التعليميه، الاستضافه، هتكلم على الجزئيات دي كلها بعقل ومنطق. العداله التي تتجزا، تعالي بقى النهارده، هل انا النهارده العقل والمنطق بيقول ان انا لغايه 85 لما كان سن الحضانه من 7 لـ 9 احسبها يا جماعه بالارقام، من 7 لـ 9 لما كان سن الحضانه لـ 7 لـ 9 ما كانش فيه مشاكل، كان عدد حالات الطلاق اللي موجوده في المحاكم قد ايه؟ كان عدد الخلاف والشقاق اللي بين الزوجين قد ايه؟ وشوفوا بعد تعديل سن الحضانه ما ارتفع. احنا انا بكلمك من واقع المطبخ اللي احنا فيه، من واقع المحاكم، 7 لـ 9 ومن 9 لـ 12 وبعدين من 12 لـ 15 وبعدين في بعض النواب عايزين يرفعوه. عن ازاي اي عقل ومنطق يقول هذا الكلام؟ اي عقل ومنطق بتقولي لي ان 15 سنه يخير الصغير وهم عايزين يرفعوه لسن 18؟ ده لا، يعني انت النهارده عايزه تخيريه في سن 15 سنه وهو قاعد طول العمر مع امه وعايزاه يقول انا عايز بابا؟ هذا امر. الامر الثاني، انت بتكلميني حضرتك دلوقتي ردا على حضرتك بتقولي لي استضافه، هم متخوفين الولد يتاخد منهم. هو انت لما تخطفيه هسميها خطف بقى، هو انت لما تخطفيه من ابوه لغايه سن 15 سنه مستكتره على ابوه التخوف، طب اشمعنى هو ارتضى هذا الامر بالنسبه لذلك القانون المجحف انه يفضل ولد معاك لمده 15 سنه وبعدين بعد كده يخير، وانت مستكتره ان هو يروح عند ابوه يوم او يومين في الاسبوع؟ ما هي بتقولي ده في عدل. لا هي مش حكايه مستكتره، انا هقول لحضرتك حاجه، هي تبقاش مستكتره ان هو يقعد يومين في الاسبوع، هي خايفه احسن ما يرجعش بقيه الاسبوع، هي يقعد يومين يقعد وأنا يومين ثلاثه بس المهم يرجعه تاني. وانا فين حقي لما انتوا بتغلبوا حق المراه في انه يفضل معاها 15 سنه وثلاث ساعات اسبوعيا وهو ما بتجيبهمش، ولو نفذتهم المسموح ليا 90 يوم في خلال 15 سنه، انتوا لغيتوا ليه حق الراجل؟ انا عايز افهم حاجه، هو انا يعني انا هو احنا النهارده لما نيجي نحتكم ما نقول عقل؟ ده ربنا بيقول كده واذا قلتم فعدلوا. انا لا مع ده ولا مع ده. هو انت النهارده متخوفه؟ طب ما انت عندك قانون بيحميك، ما انت عندك نص ماده بيعاقب الزوج، انت عندك انك انت من حقك النهارده ما بترفعيش دعوه، ده انت بتروحي المحامي العام بيصدر لك قرار بتنفيذ ضم الطفل عنوة عن الزوج غصب عنه لو هو خطفه. وبعدين لما انت تيجي تقولي لي الجزئيه دي يا استاذه يعني بس لما نتكلم في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، طب تعملي ايه في الراجل اللي عايش مع مراته وخد ولاده ومش عايز يرجعهم لك؟ طب ما هي دي زي دي، ما ممكن يكون عايش معاكي وياخد ولاده وما فيش في شقاق بينه وبينه وما فيش طلاق بينك وبينه ومش عايز يرجعهم، زي ما الاستاذ علي بيقول لك دلوقتي هنعمل ايه محلش نفقات الزوج اللي مسافر بره اللي احنا مش عارفين نجيبهم؟ القانون استاذ علي عارف هذا الكلام، النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لو قعد 50 سنة ما تتقدمش. هو هي تعمل 50 سنة؟ ما أنا مش بتاعتي أنا، دي عندك الدولة، سوء اختياري. ثواني سوء اختياري. لا أنا عايز أقف بس في النقطة دي، هقول لك على حاجة، سوء اختياري، أنت بترفعي دعوة حبس وبتعملي له أمر، ثواني بس، أنت بتعملي دعوة حبس وبتعملي منع من السفر بأمر على عريضة ممكن تحرمي من ده، طب وبعدين تعمل هو الموضوع ده مقتصر على الطلاق؟ طب وأنا لو عايش مع مراته وما بصرفش عليهم هتعملي ايه؟ بخيل ما بصرفش عليهم، وبعدين دي حاجه اتفاقات دوليه بينك وبين الدول دي عشان تنفذي احكام النفقات، وبعدين احنا بندور على تنفيذ حكم النفقه للسيدات اللي هم الرجال اللي هم مسافرين بره جزء من كل من 100 جزء وسايبين ال 99 اللي مظلوم فيهم الراجل؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا بتكلم على ان في هنا مظلومين وفي هنا مظلومين، انا مش يا فندم انا مش بتخانق على فكره. ما فيش مظلومين يا استاذه مها، لا في ستات مظلومين وفي رجاله مظلومين، في قانون عايز يتدمر. هقول لك ليه قانون عايز يتدمر ليه؟ بالعقل والمنطق. المجلس القومي للمرأة نفسه قال كده، قال ايه؟ قال ان احنا ما عندناش حق ان احنا نستغنى عن المكتسبات اللي اكتسبناها. مكتسبات ايه يا استاذة؟ ده سبوبة. قانون الاحوال الشخصية اللي عايز يتعدل ده الاعتراضات بتاعت الناس ليه؟ لان في ناس لها سبوبة فيه، زي ما بقول لك في زملاء محامين لهم سبوبة من هذا القانون. انا لما بتجيلي زوجة يعني عايز اقول لك ثراء فاحش بالنسبة لي، زوجة تعالي 12 قضية عندهم لها على الأقل، ده لعب الأطفال دلوقتي بنطالب بيها، لعب الأطفال، العقيقة بنطالبوا بيها. 12 قضية، الزوج إيه؟ بيجي مغبون ومظلوم وحقه ضايع، عايز يعمل إيه يا عيني؟ عايز يعمل إيه؟
عايز اشوف ولادي 3 ساعات اسبوعيا. طيب انا هرجع لحضرتك تاني استاذ علي. دلوقتي احنا كنا بنتكلم، انا بس هسيب لان في عندي هنا سيدات بعتين بيقولوا احنا كلنا متضايقين من طول اجراءات التقاضي. طيب. وعلى فكره هنا بقى الستات والرجاله متفقين في الموضوع ده. صحيح. طيب اذا انا اتكلمت دلوقتي على النقطه اللي كان بيتكلم فيها استاذ عصام، نقطه الـ الناس اللي مسافره بره او تحصيل النفقه سواء ده مسافر او مش مسافر، بس هي يعني في حاجات يعني هو طبعا بيبقى عليه حكم ان هو لازم يدفع النفقه او كذا او كذا، بس النفقه يا اما بتبقى النفقه دي قليله جدا يا اما هو ما هي بتقولك ما بيدفعش، فانا بروح من بنك مصر اخد 500 جنيه. دي انا عايز اعرف برضو هنا. طب انا عايز اوزن الدنيا، انا مش عايزه هنا لا ده يبقى مظلوم ولا ده يبقى مظلوم. انا عايزه، بص يا استاذ علي، انا الفكره كلها ان انا عايزه الطفل ده حتى اذا حصل طلاق ما يبقاش الموضوع بالعنف ده. حصل طلاق احنا هنعمل ايه؟ اي تجربه، بص، ودي على فكره اللي مش مستوعبها الستات والرجاله، اي تجربه في الدنيا واي مشروع في الدنيا قابل ان هو ينجح او يفشل. طب نجح الحمد لله، لو فشل هعمل ايه؟ هموت نفسي يعني وهموت اللي قدامي عشان احنا فشلنا، دخلنا شركه فضينا الشركه دي، اعمل ايه؟ اقتل شريكي؟ ما هعمل ايه؟ انا عايزه حاجه توزن الدنيا، قانون يوزن الدنيا بحيث ان في الاخر الطفل ده يتصرف عليه من الاب والام كويس، يتربى بين الاب والام كويس، يبقى طفل طبيعي سوي، مش يعني زي زمايله اللي عايشين في اسره. استاذه مها بعد اذن استاذ علي بس هخليه يكمل في نص ثانيه. احنا لسنا معترضين على اتخاذ اي اجراء يضمن حقوق المطلقه في النفقه للزوج المسافر. طلعوا اي قانون. ما انا استنى بس، انا هاجي للزوج اللي بيسافر ده، هاجي للزوج اللي بيسافر ده، بس اسمع بس طريقه، انا عايزه حاجه توزن، كيف يكون التعديل المتوازن يا استاذ علي؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، خلينا نبقى متفقين ومتاكدين ان قانون الاحوال الشخصيه حتى لو اتعدى 100 مره كمان مش هيحل الازمه بنسبه كبيره او بنسبه حتى 50%. امال ايه؟ دي مشكله الأزمة اجتماعيه، مشكله اخلاقيه. استاذ العصام من شويه كان بيقول ان سن الحضانه لما كان 7 في الثمانينات كان نسبة الطلاق قليلة، دي نسبة وتناسب مع عدد السكان، وساعتها كان في أخلاق عند الرجالة وعند الستات. تمام؟ مش معنى إن يعني لو إحنا شلنا الخلع نسب الطلاق هتقل؟ مفيش واحدة لا هتقل. الإحصائيات بتقول كده. لا ما عشان هتعيش معاه غصب عنك. لا ده 20 ضعف. عشان مش هتعرف. نسبة لا. النسبة المتفاوتة في السكان 2% 3%، لكن 20 ضعف. لا يا باشا. يعني مش 60,000 حالة. لا 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 مش هتعيش مبسوطة. هتعيش وهي عايزة تتطلق. لكن مش هتبقى عايشه مبسوطه يا استاذ. القانون مديلها 12 حاله. بعض لو سمحتوا نسمع بعض. طب نسمع بعض يا استاذ عصام. القانون مديلها 12 حاله للتطليق لو عطس من حق تطلق. لا يا باشا هو برضه يا فندم مش كده بس بالراحه، مش في اثبات ضرر وفي حاجه اسمها شقاق. طب الشقاق ده لازم يزار طاعه او لازم ترفع هيئه. انا عايز اعرف اجابه واضحه بس وصريحه يا استاذ علي، حضرتك شايف التعديل ممكن يبقى ازاي لاحداث التوازن؟ بص يا فندم التعديل يعني اتفضل. الاهم من تعديل القانون تمام العمل على تطوير اليات التنفيذ. الاستاذ عصام بيقول دلوقتي احنا الاستضافه هنعاقب الاب اللي ياخد الابن وما يرجعوش. تمام؟ طيب ماشي، الاب خد 10 سنين حبس. لو حطينا ماده تعاقب الاب ان هو هيتحبس 10 سنين. ايه اللي يضمن تنفيذ القانون؟ الاب او اللي عليه الحكم عامه لو غير بيته من دايره لدايره خلاص مش هيجي، مش هنعرف نوصل له. احنا في ملايين الاحكام محتاجه تتنفذ وما بتتنفذش. ما بنقولش ان تقصير ده من الداخليه، لكن ضعف امكانيات الدوله عندنا بيحول ما بينها وبين تنفيذ الاحكام. تمام؟ عشان كده يبقى الحل ان هو يخليه معاها على طول وابصب لها بايده ورجلي ولا مش عايزه. طب ما هي المشكله ان الراجل وهو بيطلق يدي الست حقوقها ويتعامل معاها. ما تعاقبنيش انا كزوج يا استاذ علي. انا ما اعاقبكش يا باشا، انت خاطب الدوله. شوفوا يا جماعه، لا معلش انا عايز اقول حاجه بخاصه بموضوع الطلاق علشان الاستاذ علي بيقول كان في ازمه اخلاقيه. انا عايز اقول حاجه معلش، هي مشكله هو اجتماعيه في الاول وفي الاخر. مشكله انا عندي مشكله اجتماعيه في ايه؟ ان انا مفيش خناقه في الدنيا فيها واحد صح والتاني غلط. خلاص الخناقه لازم يكون فيها الاثنين غلطانين. انا مش عايزك تاخدي بس بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك انا بس عايز يعني ما بتكلمش على خناقتكم، انا بتكلم على الطلاق. لا انا بتكلم بس انا عايز حاجه دي تم بعد اذن حضرتك يا فندم. هو انا بسمع بفترض على فكره، ما بتكلمش انا بفترض انا بسمع حضرتك ودي موجوده في حضرتك. اتفضل. انا ارد على الاستاذ علي بيقول لي ايه اللي يضمن لي انا لو القانون اداله 10 سنين سجن ان هو يتنفذ؟ تمام، رد يا فندم. طب هو ده الصح؟ هل انا بقى الصح بالمنطق بتاعك اروح واخد ابني اللي هو اصلا في حضانه امه عشان اقول لا ده ما بيتنفذش 3 ساعات، ايه اللي يضمن لي انها تنفذه وما تنفذوش؟ اخد الولا واخطفه منها؟ ما ينفعش. في مفروض ان انا برسي مبادئ وبيطلع بيها قانون وتتنفذ. التنفيذ ده ما تخاطبنيش ما تعاقبنيش انا عشان الدوله مش عارفه تنفذ لك قانون. لا يا فندم، مين الاسهل في التنقل؟ الراجل
لوحده ولا الست؟ مين قال لك كده؟ لا بالعكس، هي قد تكون اكثر شيطانيه من الرجل. لا 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 طبعا، مش عايزين نتكلم بال... لا طبعا ما ينفعش. لا يا فندم، لا مش عايزين نتكلم يا استاذ. انا بقول هي قد تكون اكثر ش... بقولها ايه وبعيدها تاني. تعالي شوف الحالات. هو النهارده لما تيجي الزوجه الثلاث ساعات اللي بيتسولهم الاب، ما هو اللي وصل الموضوع لكده. ثواني بس اكمل كلام. وايه اللي وصل؟ نسمع بقى. اتفضل يا فندم بس، عشان بس عايز اسمع الاستاذ علي. دون الجد والجده، هو في ايه يا جماعه؟ هو احنا فين؟ ده الدوله الوحيده اللي محروم فيها الجدات والاجداد والعمات من رؤيه الصفر. استاذنك بقى دقيقه لو سمحت يا فندم، انا مش انا اللي حاطه القانون. انا لا اطالب باي حاجه، انا اطالب بحاجه بس، تعزيل يوزن الدنيا ويخلي الاطفال دول يعيشوا. طب اولا الجدات محرومين من رؤيه الاطفال حتى في وجود الابوين. كان في ماده واتحكم بعدم دستوريتها وليهم الحق دلوقتي يرفعوا دعوه رؤيه مستقله. لا بتاخد رفض. طب ما انت بتاخد رفض. استاذ عصام، لا في حكم دستوري. استاذ عصام، هسمع الاستاذ علي لو سمحت. ما انا عندي حكم دستوري في الولايه التعليميه وعندي غيره. يا فندم طب اسمعني انا دقيقه واحده. حكمت بدستوريه الولايه التعليميه كده. الناس مش هتفهم احنا بنقول ايه. بس في حاجه زي ما نكون احنا بتوع طرش يا استاذ علي. لا انا بكلمك في حكم لو سمحت. مش عايزين نتكلم بالاسلوب ده يا فندم. ممكن نسمع بقى لو سمحت حضرتك، بس ممكن توجه لي الكلام من فضلك؟ انا عايزه اعرف التعديلات اللي من وجهه نظر حضرتك توزن. انا عايزه بس حضرتك تجاوب لي على السؤال ده ونسمع لو سمحتوا. بالنسبه للموضوع ايه؟ بالنسبه للقانون عامه ولا بالنسبه لموضوع الاستضافه؟ لا بالنسبه للقانون عامه يا فندم الاول. ما انا قلت حضرتك في الاول، اول حاجه لازم نعمل على حل مشكله الاجور والنفقات. ماشي. تنفيذ الاحكام. طيب. دي لازم يبقى ليها شرطه خاصه بتنفيذ الاحكام والنفقات للدوله. اوكي. تاني حاجه احنا عندنا مشكله بقى. ماشي. هقول لحضرتك بس حاجه عن النفقه اخيره وبعد كده نخش على تمام. تاني حاجه عندنا مشكله كبيره قوي في موضوع بنك ناصر. القرار بتاع بنك ناصر صادر بقاله 10 سنين. بحد اقصى 500 جنيه، يعني لو واحده تحصلت على حكم نفقه ليها، نفقه زوجيه ونفقه صغير هي وابنها وكل النفقات اللي خدتها مثلا باجمالي 2000 جنيه، هتروح بنك ناصر تديها 500 جنيه بس. بس احنا سالنا بنك ناصر في الموضوع ده وقال لنا ان هم بيدوا من عندهم من ميزانيه البنك علشان لان انا سالت على هو ينفذ بعد كده اللي هو بيروح يحصله بعد كده من الزوج اللي هو متاخر فبيدوا لو ما حصلش بيوقف النفقه لانه لان هي دي بتبقى كده دي من ميزانيه البنك نفسه عشان انا الحكايه دي برضو استوقفتني وكنت محتاجه ان انا افهمها. طيب اتفضل. احنا محتاجين بس نعلي السقف شويه بتاع ال 500 جنيه دول حسب ميزانيه البنك بقى مش قصدي. ماشي. ما احنا يعني هم بيعملوا حاجه كويسه يشكروا عليها بس طيب. يعني طيب. الفكره كلها ان احنا بنحاول نعلي. نيجي لموضوع الاستضافه. طيب. موضوع الاستضافه ده اقول لحضرتك على حاجه. هو احنا ينفع نعمل قانون احوال شخصيه للمسيحيين من غير ما نرجع للكنيسه؟ ما ينفعش طبعا. احنا لما جينا اتكلمنا في الاستضافه صدرت فتوى مجمع البحوث الاسلاميه فضيله الامام احمد الطيب والشيخ والازهر الشريف ودار الافتاء والفتوى دي منشوره في الاهرام بتاريخ 2014. تمام. قالت لا تجوز الاستضافه شرعا الا بموافقه الحاضن واخذ راي المحضون اذا تم 10 سنوات. تمام. ما فيش الكلام ده. لا في انا هرجع لك تاني حالا يا استاذ. ما فيش الكلام ده. هرجع لك حالا. اتفضل يا استاذ. موجود ان هو في الشرع ما فيش سن. ما فيش سن اللي بيقول سن الغرامه. ما هسمعك هسمعك. الاستضافه والاستضافه. لا 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 الاستضافه عشان الناس تفهم بس يا فندم. الناس مش فاهمه احنا بنقول ايه. هاتلي من القران والسنه. ما فيش في القران وفي السنه ما فيهوش. طب هي ضد نص قطع في القران صله الرحم. واحده واحده يا جماعه علشان الناس عايزه تفهم احنا بنقول ايه. من فضلكم من فضلكم نلتزم انتوا الاثنين. يا استاذ علي امتناع على الانفاق. استاذ علي لو سمحت كمل بس النقطه عشان الوقت نسمع الاستاذ عصام بعد كده. اتفضل. فاحنا عندنا دلوقتي الازهر ودار الافتاء ومجمع البحوث الاسلاميه اصدر فتوى ان لازم موافقه الحاضر. تمام. اتفضل. حكم محكمه النقض صدر بان الرؤيه تقتصر على النظر للصغير. سلام. وان استحاضه الطفل لا شوف العقل والمنطق. شوف العقل والمنطق. نكمل كلام وهدي حضرتك الكلمه حالا. النظر. انا بقول لك النظر. لا نحط بقى ازاز كمان زي المحاكم. نحط ازاز بينهم وبين بعض يستحسن برضه يشوفوا من ورا الازاز. تمام. وان استحاضه الطفل يعد انتقاص من حق الحضانه. الحضانه مشرعه للطفل قبل الام. يعني الحضانه الام ملهاش حق انها تتنازل عن الحضانه. ده حق للطفل. ما ينفعش الاتفاق على ما يخالف القانون او ما يخالف الشرع. تمام. فلذلك ان الحضانه للام ما ينفعش تتنازل عنها. اوكي. هرجع لك تاني بقى برضه عشان لسه في استفسار. اتفضل يا استاذ عصام عقل. يعني حاجه والله مسار للضحك. يعني ان انا اقول النهارده من غير استهزاء. لا طب انا هقول لك. طب انا هقول لك يا عم. انا ما قلتش انت بتقول نكت بس انت بتقول كلام غير منطقي. لا ده منطقي غير منطقي بالمره. لا حضرتك انا عايز اعرف رايك من غير يعني احنا حضرتك وجه لنا بس الكلمه. الكلمه مش موجهه للاستاذ علي. يا جماعه يا مشاهدين اللي سامعنا يا ازهر يا شريف الناس المسؤوله في البلد، هل ينفع ان احنا نقول اصل الاستضافه الرؤيه مقتصره على رؤيه؟ طب ما ماله. طب ما اقول لك على حاجه بقى. ما نكلمه واتس ونشوف الواد بالواتس وخلاص وبلاش يروح الرؤيه. هو في ايه يا جماعه يا فندم؟
يا فندم ممكن بس بهدوء لو سمحت. هل انت شايفه يا استاذه العقل والمنطق يقول ابني اللي انا اتربى اللي شايل اسمي اللي قاعد معاه لمده 15 سنه انا بشوفه 3 ساعات في الاسبوع المنطق والعقل يقول ان انا اشوفه بس ان انا ابص له بس. وصل الموضوع لكده ايه اللي وصل ايه هو في ايه القانون المجحف هو اللي وصل لكده. لا 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 لو سن الحضانه ده زي ما هو هي هتلتزم كده. هتلتزم وهيكون في استضافه. طيب قصه الثلاث ساعات اللي مش بيتنفذوا دول كل حد فينا عنده من راي فيها. مش بيتنفذوا في عقوبتين على الام في عقوبتين على الام في عقوبتين على الام في حاله عدم. تعرف ناس بتنفذ كتير وناس مش بتنفذ كتير. الام لو ما نفذتش هيرفع عليها اسقاط حضانه ودعوه تعويض. الاب لو ما نفذش معلوش اي عقوبه. طب حضرتك ليه بتقول هو اللي وصل ده لكده؟ هو اللي وصل ليه بقى لحضرتك. عشان هو واخد صف. لا صف حضرتك. السيدات انا بقول لك. طب ما انت واخد صف الرجاله اهو. لا انا واخد صف الحق والعقل. ومين قال لك ان انت العقل والمنطق يا جماعه. لا لا لا, لا كده لو سمحت يعني هو الازهر الشريف كده كده وبطبع البحوث نسمع بعض لو سمحت والناس دي كلها ما تفهمش وهو بس اللي بيفهم. ما مش ما مش يا فندم يعني. احنا مش جايين نوجه الكلام لبعض. انا اللي بفهم انا. لا 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 استاذ علي بلاش تجاوز. لا انا بتجاوز انا بتكلم. اصل انت بتقول لي اللي بفهم. طب انا لو سمحتوا لو سمحتوا استاذنكم دقيقه واحده. بيفهم انا في الحقيقه. يا استاذ عصام استاذ عصام استاذ عصام الازهر لما الازهر استاذ عصام لو سمحت اسمعني انا دلوقتي بس دقيقه بتكلم. احنا نسمع بعض. احنا مش جايين نكلم بعض. احنا بنكلم الساده المشاهدين من فضلكم والمفروض ان هم هيستفيدوا من الحوار ده من غير لو سمحتوا ما نقول راينا في بعض. هو بيحتك من الازهر لما الازهر يقول في فتوى اهي حديثه 2018 يقول المنقولات الزوجيه ديت جزء من المهر وتيجي الزوجه في الخلع. القانون الظالم المجحف القانون اللي هو اللي نسف المجتمع بتاعنا سنة 2000 اللي وصل حالات الطلاق لحالة كل دقيقة. النهاردة لما يجي يقول هذا الكلام ترمي له جنيه في المحكمة وان دي اصلا الجنيه ده سوري اتنفس في ايه. ما تيجي تشوفي كام واحدة النهاردة بتخلع جوزها في المحاكم وتبقى واخدة منه مليون واتنين مليون جنيه وبترمي له جنيه. وادي الازهر قال هذا الكلام. طيب. قال ان المنقولات دي جزء من المهر. في سؤال يا فندم هنا بتقول احد السيدات في عقوبات على الام لو ما نفذتش الرؤيه مين يضمن رجوع الطفل في حاله الاستضافه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله يا فندم بقى ان احنا انا اقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا مثلا الاتجار في المخدرات ممكن تصل للاعدام صح؟ هل دلوقتي ما فيش اتجار في المخدرات في مصر؟ اللي دخل ده في المشكله انا بقول لحضرتك ان في عقوبه عقوبة يعني غليظة جدا. فاحنا بنتكلم ان هي تنفيذ العقوبة اهم من العقوبة نفسها. عشان كده بنقول ايه اللي يضمن ان الحكم بتاع الحبس على الزوج لو ما سلمش الطفل للام تاني هيتنفذ. هم متخوفين من كده ليه؟ لان ليهم سوابق قبل كده خدوا احكام مش عارفين ينفذوها. طيب نفس السؤال استاذ عصام ايه اللي يضمن؟ يضمن ايه؟ يضمن ان هو لو اخذ الولاد ما يرجعهم تاني ان احنا نمشي بقى بالقانون مش احنا اتخانقنا ورحنا المحكمه نمشي بالقانون. ما تكلمنيش بص يا استاذه ما تكلمنيش في جوهر الموضوع كلميني في اليات على فكره تنفيذ. لا ده مش انا اللي بتكلم. طيب. ده سؤال الام. ما انا سؤال بسال حضرتك سؤال جاي لنا على الفيسبوك يا استاذه. تمام. ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. اكمل. اتفضل. ما تكلمنيش في اليه الموضوع. التنفيذ والعدل ده قائم. المفروض انك انت النهارده خاطب الحكومه لاليات التنفيذ. بمعنى انا خدت الولد النهارده في استضافه يرجع ازاي؟ دي مسؤوليه الحكومه مسؤوليه القانون ويتنفذ عليه. كون انك انت بقى ما بتنفذهوش او تقولي للحكومه ما تعاقبنيش انا كاب هو ينفع زي ما بنفس المنطلق ان انا اقول ايه اليه التنفيذ كزوج واخد انا ايه اليه التنفيذ انها تنفذ لي حكم الحضانه. طيب او حكم تديني فرصه او حكم الرؤيه واخد الولاد عندي. هيقول لك لا ازاي انت عدى القانون منفذه ارفع دعوه رؤيه. نفس القصه ان انا النهارده خدت الولد وانا ضد. عايز اقول لك على حاجه. الراجل اللي ما يصرفش على اولاده وبقوله عشان مفيش حد يعرف او يقول ان انا ضد المرأة مش من حقك الاستضافه. مش من حقك انك انت تمتنع مع قدرتك على الانفاق عن المصاريف على اولادك وتيجي تقول لي انا عايز استضيفهم. لا ده انت تبقى بجح. مش من حقك. مش من حقك انك انت في حقوق ليك انت بس رجع الحقوق زي ما كانت وما تجيش تقولي للازهر. ما الازهر قال حاجات ما بتتنفس. يعني النهارده اقول لك اصل ترجع للمحاكم. قصه الازهر جانبا لان انا معيش حد دلوقتي. لا قال حاجات ما تبقى بتتنفس. الولايه التعليميه قال للرجل ما بتتنفس الولايه التعليميه. الازهر قال كده. مجمع البحوث الاسلاميه قال هذا الكلام والفتاوى والقرارات معايا هي والراي لحضرتك. فالنهارده انا عايز اقول حاجه نرجع للتاني نيجي نشوف المجتمع زي ما بتعملوا حوار مجتمعي. شوفوا الكلام دوت. هو يا جماعه هو انتوا هو التحيز للست هي الجده دي بالست هي العمة دي بالست. طيب في هنا برضو سؤال تاني بتقول في امهات بقى لها سنين معاها احكام تمكين وضم وتسليم صغير ومش عارفه تنفذ حالات وبرضو ترجعي تقول ايه. انا عايز اقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي حالات انا بحترم يا استاذ ده بني انا بحترم تنفيذ الحكم. انا مش مع
الراجل اللي هو في حكم لمراته بتسليم صغير او خلافه ويمتنع عن التسليم. انت عندك قانون العقوبات افرض نص ماده بيعاقبك بالسجن. طيب كويس. تعالي تاني بقى النفقه اللي ما بيدفعش نفقه. انتوا عايزين اكتر من كده؟ اللي ما بيدفعش نفقه في دعوه اسمها دعوه حبس. يعني النهارده مكتسبات ايه يا استاذه؟ مكتسبات ايه؟ انا بقول لك اصل دي المشكله. دي القانون ده من سنه 2000 من ساعه ما طلع قانون اللي عايز نسف وهدم سبوبه كبيره قوي. اقسم لك بالله لو رجعت الامور لنصابها والحق والعدل. انا ارفض التعميم. لا لا اسمعيني بس انا بقول على مسؤوليتك. لو رجعت الامور لنصابها. ما هو على مسؤوليتك بس ما ينفعش نعمم يا فندم. طيب كل الستات وحشه ولا كل الرجاله وحشه. انا ما قلتش كده. انا ما قلتش كده. في رجاله وولاد 60 في 70. انا بقول لك ما نغلط يا فندم. انا عارف انا عارف ده. انا مش بقول لك ان كلهم ملايكه. في رجالة لا وفي ستات مظلومين وفي ستات مقهورين كمان. بس اللي انا عايز اقوله الاغلبية ما تقدريش تقولي لي النهاردة يا استاذة المجمل العام الست النهاردة بالعقل والمنطق لما بتيجي تختلف مع زوجها الراجل بيجرد من كل شيء. طيب شقة لمدة 15 سنة بتبقى حاضرة فيها حتة التمكين باخر جملة هخليها حضرتك تكملي. طيب استاذ علي بيقول لي ايه ومشاكل التمكين. مشاكل التمكين ايه؟ القرار المحامي العام ده بيبقى مستضيفها في شقه امه او ابوه او خلافه وعارفين ان هم قاعدين ان هم قاعدين على سبيل الاستضافه لغايه ما يجيبوا سكن وبتروح تعمل تمكين عليها بتاخدها. وبعدين القانون ادالك الحق في الخيار انك انت تاخدي تمكين لشقه زوجيه او تطلبي اجر مسكن. هو انت عندك حاجه من مكتسبات القانون ما ادهاش ليكي؟ يبقى نعدل الكف على الاقل. هنرجع تاني بس طيب استاذن حضرتك اتفضل. حتى الكل استاذ عصام كان بيقول ان هي بترمي له جنيه ومش عارف ايه وما بيعرفش يثبت والكلام ده. حضرتك في دعوه مخصوص في الخلع اسمها دعوه سوريه. ايوه يرفع دعوه سوريه ويثبت المهر اللي هو ادولها اللي استاذ عصام بيقول 2 مليون جنيه ومليون جنيه ده طبعا ما بيحصلش طبعا يعني. بيحصل بقى في حالات او مليون جنيه ومليون جنيه. انا عايز اتكلم في العموم يا استاذ علي لو سمحت اتفضل. طيب هقول لحضرتك بس دعوه سوريه ولو اتحكم له واثبت ده هياخد حق. جميل جميل قوي. طيب نسمع اجيب لك انا الدعوه اللي عدت يا استاذ عصام معلش عشان الوقت لو سمحت نسمع بعض حضرتك قلت رايك هسمع راي الاستاذ علي وهرجع لك تاني. اتفضل يا استاذ علي اتفضل اتفضل. انا قلت خلاص ده كان موضوع السوريه بس. طيب لا انا عايزه انا دلوقتي يا فندم محتاجه اعرف من حضرتك في يعني لان في كذا حد دلوقتي بعت لنا قصه ان ليه ما يبقاش يعني القانون حتى القانون ده انتوا واصلين انتوا مش واصلين لاي لغه حوار ما بينكم وبين النواب اللي طالبه ده يعني مفيش اي لغه ممكن او في اي وسيله ان انتوا توصلوا بيها مش قصدي للحل بتاعهم ولا الحل بتاعكم. انا عايز اعرف مفيش حل وسط مفيش لغه حوار مفيش حاجه تنقذ الموقف ده مش معقوله يعني مفيش حتى يعني نقدر ان احنا نضحي من الجانبين لان هنا الستات بتتكلم عندها تخوفات وحضرتك عارفها الرجاله الناحيه الثانيه عندها تخوفات ثانيه برضو واكيد حضرتك بتسمعها. فانا عايز اعرف انا عايز اعرف احنا ليه ما وصلناش للغه حوار لغايه دلوقتي؟ ليه كل الناس ليه كل جزء او كل طرف بيتكلم في جزيره منعزله؟ انا برضو لغايه دلوقتي مش فاهمه الموضوع ده واصل لايه يعني. انا اقول لحضرتك اتفضل. احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول المشكله دي مشكله اجتماعيه تتحل بالتواصل ما بين الطرفين تمام. ليه؟ انا عشان احل المشكله بتاعه الاستضافه وبتاعه النفقه والحاجات دي محتاجه اغير المنظومه عامه في الدوله. يعني محتاجه اغير منظومه التامينات والضرايب عشان ابقى قادر ان انا اثبت دخل كل واحد عندي عشان تبقى النفقه فعلا مبلغ عادي. محتاجه اغير منظومه تنفيذ الاحكام عشان اقدر فعلا ابقى عارف ان كل واحد هيتاخد عليه حكم لازم هيجي وهينفذ الحكم تمام. والتقاضي السريع والتقاضي طبعا السريع دي برضه ايه تتحل من وزاره العدل. اما بنيجي نقول مثلا رافضين مبدا ان حته نربط الاستضافه بالنفقه ليه؟ لا لان ممكن واحد يكون مثلا دخله 20000 جنيه يتلاعب في الدخل فيطلع الحكم ب 300 جنيه 400 جنيه فهو في نظر القضاء بينفذ حكم النفقه وبينفق لانه بيدفع 300 400 جنيه لكن على ارض الواقع هو ما بيدفعش نفقه. بس انا عايز النقطه دي بقى استاذ عصام ده موجود إيه حتى من غير محاكم ومن غير قضاء. ممكن واحد يكون معاه ويكون بخيل ومقتر جدا على الانفاق على اولاده تمام. يعني كل ده موجود بس اللي انا عايز اتكلم فيه في العقل والمنطق يا جماعه انا مع الاستاذ علي. الراجل اللي وللمره العاشره يا جماعه يا سيدات مصر المطلقات واللي على مشاكل مع زوج انا لست مع الزوج اللي ما بينفقش على اولاده سوري في اللفظ. انت كلمه راجل دي المفروض تسحب من بطاقتك اذا كنت مقتدر وانا بقولها لك اهو مقتدر على الانفاق على اولادك وتمتنع لانك انت المفروض وحق الزوجه كمان في الانفاق ربنا اللي قال كده من حق حكم نفقه ثواني بس يا استاذه حق الزوجه في الانفاق سواء مطلقه او غير مطلقه انت مش من حقك انك انت تمتنع ومش من حقك رؤيه اولادك مش استضافتهم
اذا كنت قادر على الانفاق وتمتنع. انا مع ده كله مش عايز اقول ان انا بشجعها. هي دلوقتي كان السؤال يقول لك انا دلوقتي باخد نفقه بس باخدها 200 جنيه و300 جنيه تمام. هو مثلا مرتبه بيبقى 7-8000 جنيه مش يعني تمام خمسة بس بيدي 200 جنيه وهو مثلا في عيلين تمام. فيعني العيل الواحد ياخد 200 جنيه. لا طبعا انا ده ظلم مبين وهقول لك ليه وهقول لك ليه يعني هو لو خارج يغديهم بره هيبقى سلوكيات يا استاذه مها. المشكله في ايه؟ عارفه احنا نظريه المؤامره بين الزوج والزوجه. انا عايز اقول دي سلوكيات. هو ممكن يكون بياخد 20-30 ألف جنيه وفي البيت بيصرف 200-300 جنيه. ده سلوكيات. وعايز اقول لك على حاجه ما تقدريش تعممي. في بعض الازواج اقسم لك بالله خلي بالك انا اهو واقسمت لك بالله لا انا مع ده ولا مع ده. طيب. بعض الازواج اكمل الفكره مش طيب اكمل الفكره اللي انا عايز اقولها. ممكن يكون اختلف مع زوجته ويكون اصلا دخله لا يتعدى عن 2000 جنيه معايا اقسم لك بالله وهو مختلف مع زوجته ممكن يضاعف ال 2000 جنيه ودي لاولاده عشان ما يحسوش بالمشكله اللي بينه وبين امهم. السلوك بقى موجود. طيب. ده موجود وده موجود. استاذ علي كلمه اخيره اتفضل معلش عشان وقتنا اتفضل. انا بس بتمنى من العاملين على الاحوال الشخصيه ان هم لا ينظروا لا للراجل ولا للست ينظروا لمصلحه الطفل. في حاله ان الاب كويس والزوجه كويسه والام كويسه احنا مش محتاجين محكمه اسره ولا محتاجين قانون احوال شخصيه تمام. لازم المشاكل دي يبقى فيها سعي للحل الودي. طالما دخلنا محكمه يبقى نبص لمصلحه الطفل. مصلحه الطفل ان هو يبقى في رعايه امه دي ما فيهاش نقاش شرعا وقانونا وعرفا وكل حاجه تقول الكلام اللي احنا بنقوله ده. مصلحه الطفل مع الام لغايه سن الحضانه بعد كده يخير. لو الطفل اختار الاب يروح للاب ما فيش مشكله. ليه كده؟ ايوه اتفضل. طيب اولا مفيش ما احنا ما اختلفناش ان يكون الحضانه مع الام لكن تعديل ترتيب الحضانات الحضن الثاني بعد الام مفروض يكون الاب. ما ينفعش ان انا احط الاب مفروض ما احطش الاب المرتبه ال 14 هذا امر. دي حاجه ما ينفعش ان انا يا استاذ العقل والمنطق يقول ان انا كاب اشوف ابني 3 ساعات والبواب ولا سواق الباص بيشوف اكتر مني. بصي اخيرا في نص ثانيه اتفضل انزل سن الحضانه لسبعه وتسعه. انا بقول لحضرتك مش عايز استضافه. انا بقول لك اهوت انا بنيابه عن ازواج ما انا مش دعوه بيهم انا بتكلم العقل والمنطق. لكن ما تخليليش الحضانه 15 سنه وما فيش استضافه. ده ظلم موحد للراجل. والله هي لو وديه وانا عارفه ناس كتير جدا بينفصلوا والموضوع بيتم بينهم بشكل ودي. المفروض كده بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. موضوع ترتيب الحضانه ده الاربع ائمه في الاسلام اتفقوا عليه اللي هو الترتيب اللي هو الام ام الام ام الاب. ده الترتيب ده متفقين عليه. طيب. مذهب الشافعي بس الوحيد اللي حط الاب بعد ام الاب. احنا شافعيين يا عم انا شافعي خلاص في المرتبه الرابعه. طيب سمعنا للاسبوع الثالث على التوالي ايضا اراء متباينه خاصه بقانون الاسره نظرا لضيق الوقت. احنا اكيد لنا لقاءات ثانيه مع حضراتكم بس حبينا ان احنا نسمع بقى الراي القانوني سواء هنا او هنا. بس في الاخر برضو عايزه اقول لكم احنا طالما وصلنا للمحكمه يبقى احنا الاثنين عندنا مشكله يا جماعه. ففعلا لازم يبقى في بقى خلاص تبطلوا تفكروا في نفسكم ونفكر في هذا الطفل. ولب يعني قبل ما نوصل للمحكمة بعد إذنكم نفكر برضو شوية الكلام اللي بقوله لكم كل مرة الاختيار وناخد بالنا كويس قوي إن دي مش نهاية العالم ونبطل ننتقم من نفسنا علشان فشلنا في تجربة. استاذ مها أنا عايز أقول لهم الاثنين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أي حد فيكم بيتصرف تصرف بينه وبين نفسه يعرف إنه هيقابل ربنا سواء الزوج أو الزوجة. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا استاذ علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. شكرا لك يا فندم. بشكر سياده المستشار عصام عجاج المحامي بالنقد. شكرا لك. مشاهدي نهايه الاسبوع انتهت حلقتنا النهارده. ارجو ان تكونوا استفدتوا منها وتكون عجبتكم. ان شاء الله التقي بكم زي ما تعودنا كل خميس وجمعه 9 صباحا بتوقيت القاهره ونهايه الاسبوع فكونوا على موعد. باي.